هؤلاء النساء لا يحاولن زرع نبتة خضراء في أرض بور، ولا يقمن بحملة تنقيب عن ذهب أو ماس، وإنما يبحثن عن حجارة من نوع خاص. هذه الحجارة يقوم هؤلاء النسوة بصقلها وتصنيعها على الطريقة التقليدية وبآلات محلية بحتة، فيتفننون في تشكيلها وحسب الطلب، فأحيانا تجدها قلائد زينة وأخرى سبحة أو جماعة مفاتيح إلى غير ذلك. هذا الحلي اللي نعدلوه من أنواع الحجارة كاملة الكريمة على ألوانها، ونعدلوه من اللي حسب اللي طلب منه الزبون على انواع الاخرز، والله جماعات، والله تسابيح، لا اللي طلب حد نعدلوا له على حسب. وبما ان هذه الحرفه هي جزء من تراث امه، فان النساء يحاولن جاهدات تعليمها لبناتهم كلما اتيحت لهم الفرصه، حتى تبقى على مر العصور على ارض ثابته على الأقل في عقول الحرفيات الصغيرات. أحضر بعض الأوقات لهذه التعاملية ليتعلم هذه المهنة، وعندما أتخرج سوف أساعد بتطوير هذه المهنة لكي تكون مهنة عصرية. وعلى الرغم من افتقار هؤلاء الحرفيات إلى دعم ملموس لتطوير هذه المهنة التقليدية والتي تعتبر جزءا هاما من التراث الموريتاني، إلا أنهم لم يبخلن جهدا فرديا أو جماعيا للمحافظة عليه كتراث أولا ومصدر رزق ثانيا. في هذا المكان المتواضع وبإمكانياته المحدودة تجد النساء، الفتيات الصغيرات وحتى العجائز، الكل هنا يعمل بجد وإتقان للحفاظ على إرث أجداد ولتوفير لقمة العيش، والقاسم المشترك بين هذا وذاك أن تستمر الحياة. هيام بنت محمد، موريتانيا، نواكشوط.